بس احنا طبعا معانا نجم الفريق احمد قطب. الف مليون سلام عليك والف مليون مبروك في نفس الوقت يا ابو احمد. الله يسلمك يا الله يبارك فيك، ربنا يخليك. انا مش عايز اقول لك انت خلعت قلوب مصر كلها معاك، يعني يمكن احنا طبعا متاكدين انت ترجع احسن من الاول ان شاء الله، ما عندناش شك 1% ان قطب هيرجع احسن من الاول ان شاء الله. خير ان شاء الله. طبعا طبعا، واحنا بنبارك لك على البطوله، وعايز اقول لك ان انت كنت بالارقام بالاحصائيات، واحنا قلنا ده الكلام ده امبارح، انت يعني مسجل 69 نقطة في المباراة، وانت ما لعبتش كل قبل النهائي وما لعبتش النهائي، فاحنا شايفين قد ايه انت كنت مؤثر، فعارفين كويس قوي دورك. ولكن طبعا ان شاء الله انت عندك منعم معانا في الاستوديو اهو كمان قدامك، ورجع الحمد لله احسن من الاول، فان شاء الله ترجع احسن من الاول باذن الله. بس قول لي، تقول ايه لفرقتك بعد المكسب ده؟ لا طبعا انا اقول لفرقتي ان هم يعني هم كده، انا عارف ان هم رجالة. طبعا انا كنت مبسوط ان انا بلعب معاهم، والحمد لله ان هم قدروا يكسبوا. يعني طبعا هي بتبقى صعبه، هي برضه كان فيها ضغط وكان وسط الجمهور وسط ارضنا، وطبعا الفرقه كلها رجاله، والجهاز الفني والجهاز الطبي تعبوا معانا جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب يعني ونفرحهم معانا ونفرح الجمهور. وقول لي يا قطب، يعني انت هل قررت لسه ان شاء الله هتعمل عمليه هنا او هتسافر او هتقعد؟ يعني برضو الحاجات دي بتبقى اللاعب ليه دور عليه. فيه لعيبه زي ابو العنين في الباسكت قال لك لا انا عايز اعملها هنا، منعم فضل يعملها بره. انت يعني هل يعني الموضوع ده حسمته مع الجهاز الطبي ولا لسه؟ والله لسه، انا لسه محتاج نعمل اشعه ثانيه عشان اتاكد بس الركبه فيها ايه بالظبط، عشان كل حاجه تبقى واضحه. ولسه بقى هشوف السنه هسافر او هقعد اعملها، مش عارف والله لسه. اكيد ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير، خلي بالك. ويعني كابتن ميدو تحب تقول له حاجه على الهوا كده؟ وكابتن ميدو يعني معانا في الاستوديو طبعا، وعايز يوجه لك كلمه كده. اوجه له ايه؟ اقول له انت السنه دي يعني عملت موسم رائع، اتغيرت تماما 180 درجه من ساعه لما جيت المنتخب. من كنت انا عارف كويس قوي قطب كان جاي يمكن من المنتخب شويه مدمر نفسيا، ضغطت عليه باسلوب معين، الولد ولا دقيقه بيتاخرها. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله عليه، كان رائع في الموسم دوت، كان نقطه تحول كتير قوي في ماتشات، فعلا كان مميز جدا جدا احمد قطب السنه دي، ويستحق كل الاشاده ويستحق كل العنايه من النادي الاهلي. وان شاء الله انا يعني الكابتن عمري جالنا قبل الماتش النهائي يطمن الفريق ويطمني ان النادي الاهلي عمره ما هيسيب، يعني جالنا الصبح في تمرينه الصبح قبل الماتش النهائي وقال لي عمر النادي الاهلي ما بينسى اولاده، وعمر النادي الاهلي ما هيبخل على اي حد من اولاده باي حاجه، وانا بطمنك ان شاء الله هتلاقي كل رعايه من النادي الاهلي. مبروك يا كابتن ميدو. مبروك يا حبيبي علينا كلنا. وخليني اقول لك يا قطب، اكبر دليل ان انت مستواك بقول لك اتقدم هي الارقام والاحصائيات، مستواك بقى في حته تانية خالص ما شاء الله. بقول لك لو اذا رب قدر الله ما شاء فعل، بس حاله كنت كملت قبل النهائي والنهائي ايضا كنت لعبته، كنت هتبقى ممكن سكورر للفريق، وكنت ممكن تاخد يعني كاس فردي، ولكن ده قدر الله سبحانه وتعالى. انت لعيب يعني ما شاء الله عليك، كنت طفره كبيره جدا لفرقتك، وهترجع كده باذن الله. الحمد لله والله، ترجع كده ان شاء الله. حاجه جوايا من اول الموسم ان انا يعني اطلع كل حاجه عندي، وطبعا مع الجهاز الفني مع كابتن ميدو مع التمرينات اللي احنا اتمرناها دي كلها، يعني فعلا الواحد يعني كان حاسس ان هو مستوى كان احسن من المنتخب. انا فعلا كنت راجع من المنتخب، النفسيه كانت مضبوطه، بس الحمد لله على كل حاجه يعني. وطبعا الفرقه اللي انا بلعب معاها دي كنت عشان زي ما بقول لك كنت مبسوط ان انا بلعب معاها، فكنت بحاول اساعدها باي اساعد معاهم باي طريقه وباكثر جهد، والحمد لله يعني انت تستاهل كل خير يا ابو حميد، ونطمن عليك وهنتابعك خطوه بخطوه وهنطمن عليك. واعرف كويس قوي ان احنا حتى كقناة النادي الاهلي يعني تحت امرك في اي حاجه، ودايما قلبا وقالبا معاك، ونفضل جنبك ان شاء الله لغايه ما ترجع للملعب وترجع احسن من الاول باذن الله. طبعا اللاعب احمد قطب، شكرا جزيلا على وجودك معانا، ونتمنى لك السلامه ان شاء الله.